العطاء اليد التي تقدم الورد لابد أن يعلق بها عبيرها. العطاء مع البشاشة نعمة مضاعفة. العطاء هو أول عطر يخرج من شجرة الحب. مشاهدين الكرام، خلونا نتعرف تفاصيل أكثر عن حالتنا الثانية لحلقة اليوم. وحكاياتنا في سنابل الخير ما زالت مستمرة، لتكون هذه المرة مع الطفل أمجد ذو 11 ربيعا من عمره، والذي غير المرض من مسار حياته كليا وحرمه من قضاء طفولته كغيره من أقرانه. كان أمجد قبل عام قادرا على الحركة واللعب مع إخوته، أما اليوم فقد تغير حاله تماما، وهو المصاب بعدة أمراض، منها انسداد في الجهاز التنفسي وثقب في القلب، ويحتاج إلى عملية مستعجلة حسب قرار الأطباء. هذا الطفل جاه مرض وأدوه ابن سنة وثلاثة شهور، سفته من مستشفى إلى مستشفى، كان ما يتنفس إلا الأكسجين دائما. رجعت يعني أعالجه في المستشفى السعودي 5 سنوات، طالع ونازل، يقولوا لي عنده القلب. في الأخير بقت المطر حقي وطلعت صنعاء، وصلت له عنده مشاكل في الجهاز التنفسي، يعني عنده لحميات من سد الجهاز التنفسي، عنده فيروس بالكبد، تضخم كبد، هذا الكبد حقه تشوف. ومع الحين من مستشفى إلى مستشفى، وقرحت أكثر من 7 مليون أو 8 مليون، وإلى حد الآن يعني ما قد حصلناش دكتور يقدر يعالجه أو يكشفه، نتيجة أنه ما بش يعني فلوس، ما بش أموال كثيرة ولا بأي حاجة. تفرد المرض والابتلاء بجسد الصغير أمجد، فزاد من معاناته إصابته بفيروس الكبد سي، وبعد أن كان يمشي على قدميه أصيب باختلال في الدماغ سبب له التخلف في الكلام والسمع والرؤية، إلى جانب ضمور في الأطراف السفلية. في صنعاء قالوا عنده ضغط رئوي على القلب، بسبب هو الانسداد اللي في الجهاز التنفسي سبب له ضغط رئوي على القلب. وفي الأخير قالوا لي ما نقدرش نعمل له عملية إلا تسبكت آلي الكبد حقه، الكبد، لأنه عنده فيروس الكبد أدى تضخم في الكبد، فيروس هو أخطر فيروسات من نوع سي اللي يسبب سرطان. وإلى الآن يعني محتارين، ما نقدرش عاد نعالجه، ولو هذا ما أكشف ما يقدرش يستطيع يحرك رجليه ولا يوقف عليها ولا ها. الضغط الرئوي هو الآخر في قلب أمجد الذي أقعدته الإعاقة في فراش متقلب داخل غرفته البسيطة التي يسكن فيها مع أفراد أسرته، وقد باعوا كل ما يملكون من أجل علاج فلذة كبدهم وإنقاذ حياته. وفي الأخير وصلنا إلى تقرير أنه بحاجة إلى عملية، وبحاجة إلى أخصائي كبد أطفال، وبحاجة إلى أخصائي قلب أطفال، لأنه عنده مشاكل مثل ما تقول ضغط رئوي إلى القلب، يحتاج إلى عدة مثلا دكتور أطفال، متابعة دكتور أطفال، متابعة أخصائي كبد في صنعاء، ومتابعة إلى أخصائي سمع لأنه فقد سمعه ما يسمع، نتيجة لأنه عنده متلازمة. وإلى الآن ما قدرناش نروح نعالجه ولا هذا. معه ولد تعبان من وقت ما خلق، والعلاجات واصل ما زالت، وبيديه أوراق ويعالج فيه واصل، ولا يجد أي حاجة، لا بير ولا مال ولا حاجة، ما أهدى بابه ويعالج بو بابنه، والآن حالته تعبانة. والد أمجد كان يمتلك دراجة نارية اضطر لبيعها من أجل علاج طفله، ولديه أطفال آخرون بحاجة للرعاية، بينما يجاهد أمجد بالحفاظ على ما تبقى من نظره والمهدد بالانطفاء. تشاركه في هذه المعاناة والدته المصابة بفشل كلوي والمحتاجة للعلاج أيضا. يعني كان معايا مصدر رزقي هو المطر اللي أطلب الله عليه، دراجة نارية بعناها وخليناها في حق المواصلة وطلقة ونزلها في صنعاء، وبعنا المال، معنا مال من زر بعنا أبوه، ولذلك معنا كان ذهاب حق الزوجة بعنا في هذا الطفل. والآن ما أجد الله سبحان الله تعالى، أريد من يعني يتكفل بعلاجه. العملية حقه تكلف 5 مليون، في
يعني في صنعاء، ما بشنيه في حج المحافظه ما يقدروش يعملوا عمليه الا في صنعاء. حاله هذه الاسره مؤسفه ومؤلمه، وقد تكالبت عليها نوائب الدهر واحده تلو الاخرى في منزل بسيط تئن جدرانه وتختنق زواياه بعبرات ساكنيه وبهم من أثقلتها الديون المتراكمة عليهم. فهل من أمل ينقذ حياة الصغير أمجد قبل أن ينطفئ الأمل في قلبه وعينيه؟ رحمة الله واسعة، وبتعاونكم نستطيع جميعا إنقاذه. أبو ولد محمد إبراهيم هذه حالته يعني مشابه على الأطباء كلها تمام، وعجزوا منه، وسبب ما سبب لأنه عنده فيروس والقلب والدماغ وجميع الأشياء الأمراض فيه كلها. فإذا كان تفضلتم صاحبي أو تفضل الدولة حقنا حفظها الله يعني بمساعدة لهذا الشخص، والله إنها إنقاذ لله وفي سبيل الله، لأنه حالته المادية تعبانة وحالته أبوه تعبانة، فقير مسربة، لا يجد صاحبي لا بير ولا زبير ولا يجد أي حاجة ولا مال ولا سجارة ولا مصدر أي مصدر. أرجو التبرع على هذا الرقم فاعلين خير، الرقم 72515442. الأشياء التي تعطى تعود لنا مع ابتسامة. العطاء ليس بقيمة العطاء، بل بمعنى العطاء والفرح به. من يحصل على السعادة عليه أن يشرك الآخرين فيها، فالسعادة ولدت توأما. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم سنابل الخير، وشكرا لكل من قام بالتفاعل مع الحالات السابقة. انتظرونا في حلقات قادمة. إلى اللقاء.